أحب أقدم شكر خاص للمنتسبين، وإذا كنت حاب تدعمني بالقناة وتنتسب، كل اللي عليك إنك تضغط على الزر الأزرق أو إنك تروح على أول رابط بالوصف وادخل عليه وانتسب وانضم لعائلة ابن الجولان. هلا والله بالأساطير، رجعت لكم اليوم مقطع جديد ولعبة جديدة اللي هي لعبة زو حديقة الحيوان. بداية حط لي لايك واشتراك على الجرس مشان يصلك كل شيء جديد، وبرضه اكتب لي تعليق مشان يحفزني للاستمرار. وخلونا نبدأ على طول. اللهم صل على سيدنا محمد. حط نيو جيم لأنه سويت هذيك التست وما أعرف هذولي، لكن نجي لحال. أوكي، نروح أستراليا أفضل من أمريكا. أوكي شباب، راح نبلش هنا بالمكان هذا، ولا هنا في جزيرة بحرية. أوكي ننزل أستراليا. لا لا أرجع. ننزل ولا هاي امريكا نفسها؟ لا استراليا. اوكي خلينا على استراليا، او نروح على الجزيرة اللي بالبحر. اتوقع اني راح افضل هذه. تمام يلا نكست. لا لا وين رحت؟ اوكي يلا ليتس جو، خلينا نبلش ونشوف الحديقة تبعيتنا شو راح تكون. اوكي يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اوكي وهاي حديقتنا يا سادة يا كرام، شوفوا مشلون بلشنا وشوفوا مشلون راح ننهيها. اوكي تمام نيوزو حلو. هسا لازم ان نبني مثلا، مثل ما تشوفوا انا عندي موقعين للبناء. اوكي وبرضو هاي 1200 حلو حلو. وين لازم ابني؟ هاي البداية تبعيتنا. لازم اخليها منسقة يعني مثلا. اوكي تلف معايا يمين يسار. لا ما تلف خلاص على الشكل هذا بس. لا لا لازم يكون اوكي هيج تمام. لا خليها لافة، خليها بالاتجاه هذا بالضبط عشان اول ما يجي الزائر يشوف الكهف مباشرة قدامه. اوكي حلو. نجي هنوصل له طريق مثلا. اوكي حلو خلاص كويس. لا تمام. جينا هنا على الجزيره هسه. هذه جزيره تشوف مثلا اذا اني حطيت هسه على سبيس. نجي لهان على الحيوانات. شوفي عندي حيوانات، عندي مثلا ال اوكي مو فاتح الا النوعين هذولي. اوكي خليني اشوف مثلا هديه. لا 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 شو هديه؟ يوه انسى 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 يا شيخ يا شيخ. اوكي تمام تمام خلاص خلينا نكمل مشوارنا. خلينا على الحيوانات هذه. ناخذ مثلا الاسود. اوكي خليني على الاسود حاليا. اول فهد 4000 ليفل 10، 3000 ليفل 8. اوكي هسه لازم نخلي نظام انه يكون عندي 2400 تمام. خلي يكون عندي مثلا نظام واحد هذا. اوكي تمام وخلينا نرجع ونجيب مثلا. اللهم صل على سيدنا محمد. انا شو جبت قبل شويه؟ جبت ذكر مو لازم اجيب الانثى هذه ونقول ليتس جو ليتس جو. اوكي حلو خلاص. شوف الثاني شو هو. يلا هاي صار عندنا زوار حلو. عندي 500 زائر. شوف الاسد هذا عرينا الاسد. ايوه عو. شو الاسد هذا اللي يقول عو؟ الثاني طول يجي. اوكي اجى الثاني. اوكي حلو يلا مطولين جيبوا لنا جرو. لسه ما فتحت الحديقه ابن جولان صراحه صرت بدك على جرو. اوكي 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 هذا مو اسد، هذا تبع الاسد الجبل يقولوا له. تمام اذا رجعنا على السبيس انا مثلا. نجي لهنا في عندي وحده ثانيه. اوكي لازم نجيبها. وهذه نفس هذيك نفسها بس اكبر. لا حاليا ما ودي الاكبر صراحه. خليني ارجع اتاكد. اوكي خليني ارجع اتاكد منها.
لو جبت هاي انيمور لا خلنا نجيب هذه. اوكي هاي هاي غير هاي تختلف هاي تختلف والصحراوية. اوكي خليني مثل ما قلت لكم اخليها تصعد مثلا بالاتجاه هذا ونقول بعدها شوية هان ولا خليها هان. اوكي هان تمام وخلي عليها طريقين ومن هنا لا كنسل 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 كيوت. بس شلون ارجع اسوي مثلا اف لا ما ودي الاف سبيس. اوكي تاب اجي مثلا من هنا ارسم طريق وين عاد بدي اسوي الطرقات باك اتوقع هاي طرق. اوكي من هنا لها ليتس جو يلا حلو هسه خلاص باك نرجع الاكس اتوقع اكس لا والله ما اعرف شو خربت بس كنسل الموضوع. اوكي اني وين كبست على التاب. اوكي تمام حلو هسا هانا قلنا عندنا 2 جاكوار وصار عنده الزوار 800. حديقتنا الثانية خليني احط بها الغزلان اللي قبل شوي شفته. اوكي مفروض اني اجي لهانا. اوكي هلا باك حلو هان تنقل سريع تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. نرجع السويس نجيب الحيوانات هذه ونشوف هذا. اوكي تمام كنغر يا عيني كنغر. مثل ما قلت لازم نجيب ذكر وانثى. اوكي هذا هاي انثى تمام وبرضو نرجع نجيب ذكر يا سادة يا كرام. اوكي ليتس جو خلاص هسا يلا ان شاء الله نرفع ليفل هسا ونقدر نفتح شغلات اسطورية. اوكي اول كنغر تمام تمام رفعنا ليفل 2 وصار اقدر افتح كم شغلة. يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو مثلا هانا هسا اذا حطيت على الاف او لا سبيس نجي لهانا تمام لازم نحط مثلا هذه هنا. اوكي لحتى ينزل هذا الثاني خلاص. لا خلاص خلاص كيو خليها هان يا اخي والله جبت العيد. اوكي 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 جبت العيد لازم احط لهم اني شيء يتسلم به لكن ودي اعرف الطريقه اللي اقدر اتسلى بها شلون. اوكي مو انا اتسلى هم يتسلم. اللهم صل على سيدنا محمد توقع هانا تمام. مثلا الحمام نحطه هانا. اوكي تمام اوكي 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 نحط لهم مثلا تبع الاكل ولا الحمام احط لهم تبع الاكل حاليا. والهاي للزرافة هاي يا معود شنو سويت. اوكي لا لا خلص خلص هاي ياكل من هنا. اوكي يجي ياكل خليني ارجع احط مثلا موقع ثاني نحط اللهم صل على سيدنا محمد به ونجيب لهانا مثلا هاي تلعب تمام. خلي شو هي اللي راح يلعبون بها هاي. اوكي اتوقع انها هاي كويسة 500 تمام. اوكي يلا ليتس جو اتوقع ان امورهم طيبة هذول اثنين هسا خلينا نروح نضبط امور الجاكوار تمام. نجي لهان. اوكي او نجي لهان ونحط تاب. اوكي يلا ليتس جو نحط نضبط لهم زين هذول برضو مثلا اكل اهم شيء الاكل. وانا الاكل صار لا مو هذه تبع الاكل كنسل نحط تبع الاكل يا شيخ
لا ولا هاي، ليش صارت تطلع هيك؟ اوكي، تمام. نجي لهان مثلا، شو هاي؟ لازم نطعميه بايدينا يعني. اوكي شو هاي؟ لا لا هاي ما اتوقع، هاي شغل زرافات. حط باك، حط برضو، نرجع ونحط مثلا، نرجع مرة ثانية. راح احاول اني احط لهم اكل وما ياكلهم لحالهم. اوكي شوف هذي، هاي يلعبوها. تمام. هذا المكان اللي يلعبون به، راح احط هاي. اوكي الاسد يحب هيك شغلات، هانا انه يطلع. تمام. نرجع نلغي هذه. تمام اوكي، ونشوف مكان ثاني نحط له مثلا اكل وما اكل. اوكي نحط، انا ندور على الاكل يا شيخ. هاي الاكل يعني خلص ضروري هاي. اوكي فتحنا ليفل 3، ممتاز. وما جبنا ولا اي نوع من الحيوانات اللي قلنا بدنا اياها. اوكي طب هذا الزرافة، هذا حاط لي اياها انا. بالله. اوكي شلون دبيعه هذا؟ شلون دبيعه؟ اوكي اوكي هاي شلون دبيعها هاي على الاف؟ ارجع ارجع يا شيخ. ليش انا شو احط انا مثلا؟ انا ما راح احط شيء خلاص، بس لازم اشوف الاكل. اوكي تمام. قبل شوي شو حطيت اني؟ حطيت هذه. نجي لهان على الجاله الثاني يا شيخ، بالله عليك ما يخليني اسوي شيء. اوكي كنسل. نروح على المكان هذا اللي حطيته. وين راح اللي حطيته قبل شوي؟ اوكي هاي. تمام لازم هانا هسه اقدر اشيلها هاي. اوكي اوكي تمام. شلون اشيلها يا شيخ؟ بس قول لي. اوكي سل، خاف ابيعها كلها. اوكي خلاص بعتها. تمام. شلون نعطيهم شي ياكلوه؟ انا يعني المفروض اني احط لهم شي ياكلوه. هذا حمام، خليني. اوكي هاي الاكل. اوكي هاي الاكل. لحم، يا عيني عليك. خلاص تمام، هاي ياكلهم هانا على براحتهم وكل راحتهم. هسا اذا اني جيت لهانا مثلا نقدر نشتري، ما في جزيرة ثانية. اوكي باك. روح مثلا الحيوانات، لا في جزر، في جزر نشتري هاي. اوكي موقعها اسطوري، موقعها اسطوري الصراحة. اوكي خليني ارجع احط لهم مثلا طرقات. اوكي من هنا لهنا، حلو تمام. خليني ارجع اشوف هنا شو اقدر احط مثلا. هنا لازم تكون تجي سحلية على ما اظن. اوكي شوف شو في عندي حيوانات جديدة. اوكي هاي تمام. حط تنين كومودو، هذا حط اثنين ولا واحد؟ خاف يذبحهم اثنين. اوكي جيب انثى. اوكي ونرجع نجيب ذكر. اوكي حلو، يا عيني عليك. شوف انا صار عندي سحليتين. اوكي يحتاجهم شي، خليني اجي انا مثلا. اوكي يحتاجهم، اتوقع انه لسه مي فاتحة اللي يحتاجها. اوكي تمام. شوفهم، اتوقع اني انجزت بالحلقة هاي الصراحة. مثل ما تشوفهم جبت الاسود
وجبت انا كنغر وبرضه جبت السحلية. انتظرونا بالحلقة الجاية ان شاء الله، راح نضيف شغلات جديدة وبرضه نطور من حديقة الحيوان تبعيتنا اول باول. شكرا لكم على المتابعة، شكرا على الدعم، نختم مقتبسات عن النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.